الرحمن الرحيم. شكرا حمد بن طيرش الوهيبي، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم اجمل واطيب تحيه من ارضيه هذا الميدان من عاصمه الميادين لسباقات الهجن ميدان الوذبح، حيث من تتابعون عبر قناه ياس الرياضيه من تتابعون هذه الانطلاقات لسن الاذاعه سن الابداع، ينطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا الثالث في تعداد هذه الاشواط، هو شوطنا الاول الرئيسي للقعدان الاذاعه المحليات الاصايل. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشره لنتعرف على الصداره ونجد مهيض، هو من ياتي مع المقدمه والصداره علي بن حموده بن علي بن حموده الظاهري من يقدم لنا مهيض. ومتى بنقول يا اهل القعدان خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبونه؟ هو على الصدارة، هو المقدمة، المركز الثاني من يتقدم بحر طامي سعيد بن خميس بن سيف الحساني يتقدم مباشرة مع المركز الثاني. المركز الثالث من يصل وينطلق مباشرة لافي أحمد بن راشد بن محمد بن سمي المنصوري ينطلق مباشرة مع المرتبة الثالثة. رابع المراكز وليف خالد بن سالم بن تعيب بن مبارك الاكتبي محتلا مع المركز الرابع. خامس المراكز الأسد تعود الملكية مبارك بن حمد بن العود العامري من يقدم لنا أبو حمد الشاعر، هذا الشعار اللي صار وقال بالنواميس أبو حمد. المركز السادس، سادس المراكز القادم والمنطلق في هذه اللحظات يتقدم مشاهدين الكرام بهذا التقدم الممتاز. هناك مشحون تعود الملكية يتقدم خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي بهذا التقدم الممتاز محتلا مع المركز السادس. سابع المراكز ينطلق مباشرة الحذر سيف بن ضاحي بن سيف الرميثي. المركز الثامن، ثامن المراكز جوجل وهو يبحث لطريق الناموس مطر بن عبد الله بن سالم بشاوي الاكتبي والقادم هناك في هذه اللحظات مع المركز التاسع من يتقدم مباشرة وياتي لافي محمد بن عبد الله العسكري القادم والمنطلق مع المركز العاشر في هذه اللحظات مشاكل سلطان بن راعي بن خير الشامسي. هكذا النتيجة والنداء الأول لهذا الانطلاق ولشوطنا الأول للقعدان الإذاع المحليات الأصايل. لنعود إلى مقدمة الشوط مهيض مهيض مع الصدارة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول علي بن حموده بن علي بن حموده الظاهري يتقدم الجميع بهذا التقدم الممتاز الذي يقدم لنا مهيض في هذا الصباح. هو مسيطر من سكان المقدمة والصدارة والانطلاق الأول والمسار الأول. ثاني المراكز بحر طامي، بحر طامي تعود ملكية سعيد بن خميس بن سيف الحساني من يقدم لنا هذا الاسم وهذا الشعار مع المركز الثاني. المركز الثالث ياتي لافي أحمد بن راشد بن محمد بن سمي المنصوري يتقدم مباشرة ويحتل المركز الثالث. رابع المراكز ينطلق مباشرة جوجل مطر بن عبد الله بن سالم بالشاوي الاكتبي متقدم في هذه اللحظات. يا سلام، ولكن اللي غير في هذه اللحظات وانطلق مباشرة إلى المركز الثالث قادم بكل قوة مشاهدينا الكرام بهذا التقدم الممتاز. مشاكل مشاكل يغير من مركز إلى مركز يتقدم مباشرة إلى المركز الرابع. تعود الملكية سلطان بن راعي بن خير الشامسي من يقدم لنا هذا الاسم وهذا التقدم والانطلاق الجميل القادم، ولكن اللي غير في هذه اللحظات. يا سلام، نشوف الدخول ونشوف القدوم مشاهدينا الكرام هناك من الموج الموج الموج. يا سلام، والموج عالي ومرتفع. يا سلام، الموج تعود الملكية الصغير بن محمد بن سيف المنصوري يتسلل من مركز إلى مركز عينه لناموس هذا الشوط، وأيضا ينطلق الأسد مبارك بن حمد بن العود العامري. يا سلام، القادم أحلى الواصل الحذر سيف بن ضاحي بسيف الرميثي يتقدم مباشرة، ومن الجانب الآخر من ياتينا وينطلق بهذا الانطلاق هناك لافي محمد بن عبد الله العسكري القادم والواصل في هذه اللحظات. مشحون خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي. يا سلام،
وصل وليف خالد بن سالم بن تعيب بن مبارك الاقتبي. هكذا النتيجة، هكذا النداء الثاني للعشر الأوائل المنطلقة من القعادين من تزين أرضية عاصمة الملايين. لنا عوده مع مقدمة الشوط، لنا عوده مع مهيض، مهيض مع الصدارة، مهيض مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. يا سلام، ما تبقى إلا 2 كيلومتر عن خط النهاية وعن ناموس هذا الشوط. الناموس طعمه غير للشوط الأول الرئيسي للقعدان، هو شوطنا الثالث في تعداده، ولكن لا قبل شوط للقعدان. ومهيض مسيطر مع البداية، مسيطر مع المقدمة. علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري يعلن هذا الحضور في هذا الصباح، يعلن هذا التقدم منذ انطلاق الشوط وهو مسيطر مع مقدمة الشوط. مهيض علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري المركز الثاني. الموق 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 مشاهدينا الكرام، هناك الموق الصغير بن محمد بن سيف المنصوري وحذاري من الموق يلاطم بأمواجه لناموس هذا الشوط كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. يتقدم لافي لفا لافي بشعار كب السم أحمد بن راشد بن محمد بن سم المنصوري مع المركز الثالث. المركز الرابع بحر طامي سعيد بن خميس بن سيف الحساني يتقدم مشاكل سلطان بن راعي بن خيره الشامسي القادم الواصل الأسد مبارك بن حمد بن العود العامري. وهناك ياتينا في هذه اللحظات الحذر سيف بن ضاحي بن سيف الرميثي. يا سلام لمن من القعادين اللي ذاع، ولكن إن سألتم هنا اقتربنا من الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير الذي يفصلنا عن خط النهاية. دخلنا أجواء الغلاف الجوي للكيلو الأخير بالاتجاه الصحيح والسليم إلى خط النهاية. ومهيض مهيض مهيض ما سلم المهمة، مهيض ما زال المسيطر، مهيض بشعار بن حمودة يتقدم الجميع بتقدم ممتاز. يا سلام بهذا التقدم بهذا المسار الانطلاق الأول مع مهيض 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 على الصدارة. المركز الثاني هناك الموج اللي صغير بن محمد بن سيف المنصور. يا سلام بدأ يتقدم وينطلق الأسد، الأسد هناك الشر عن نيابة مبارك بالعود العامري. وصل الشاعر أبو حمد، هناك القادم الواصل يوصلوا مشاكل وسولنا مشكلة مشاكل مع الخمسمائة متر الأخيرة. استلم المهمة، استلم القيادة والريادة، استلم الصدارة، استلم الناموس، غادر بالناموس يبي السلام لأهل العين عودهم. هناك مشاهدين الكرام صاحب النقطة الذهبية في مهرجان سيدي أبو خالد هنا اليوم يعيد الكرة ويعيد الإنجاز، والإنجاز تلو الإنجاز. أشكرك وسلطان بن راعي بن خيره الشامسي صب عليهم بالخير هناك ونسلم عليه هناك في أمريكا في هذا الصباح. في هذا الصباح الولايات المتحدة الأمريكية تابع هذا الانطلاق عبر قناة ياس الرياضية. تهانينا ومشكور يا أبو عامر. مشاكل سلطان بن راعي بن خير الشامسي المركز الثاني. هناك الأسد مبارك بن حمد بن العود العامري المركز الثالث. ثالث المراكز الحذر، الحذر لسيف بن ضاحي بن سيف الرميثي. المركز الرابع مهيض علي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري. المركز الرابع جوجل مطر بن عبد الله بن سالم. المركز الخامس جوجل لمطر بن عبد الله بن سالم بشاوي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. نذهب مباشرة للتوقيت الزمني 9:16:03. تهانينا لمالكة مشاكل سلطان بن راعي بن خيره الشامسي ونصب عليه بالخير على هذا الفوز والانتصار من عاصمة الميادين. 9:17:04 من حل. ثانيا الأسد مبارك بن حمد بن العود العامري المركز الثالث. أتى مشاهدين الكرام الحذر سيف بن ضاحي بن سيف الرميثي قطع المسافة 9:18:03. هكذا النتيجة. تهانينا والناموس للجميع.